بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى السلام. يا سلام، بحقك متعنا بالسلام في يومنا هذا وفي غدنا وفي كل حين. يا ربنا يا كريم يا دائم حي أبد الآبدين. يقول ربي في السؤال الآية التالية من سورة صف نيران: وإذ قال موسى لقومه، أي لبني إسرائيل، يا قوم، شوف الخطاب، يا قوم بشي قربهم، لعل كلمة هذه يا قوم هكا دغدغهم ويلتفتون إليه ويطيعون في أمري الذي نزل عليه من السماء بفضل الرحمن رب الأرض والسماء. يقول: لما تؤذونني، تؤذونني ب كونكم تترقى وتؤذون بأنكم ناويني أنا عندي البر السؤال مجهول برشا حيل بين ربي فيها اللي تهم السيد موسى عليه السلام الكليم الأوحد الواحد سبحانه وتعالى اللي هو سليم. وحتى مع فرعون كي خرج يده بيضاء، آية لمن يعتبر بالآيات، آيات رب العالمين، سواء كان آيات من علي سيدنا موسى عليه السلام بما فيها التوراة، ولا آيات الزبور قبل أن يحرق، ولا آيات The Gospel اللي جاء سيدنا عيسى عليه السلام للنبوة السبع العهد الجديد، يعني الإنجيل قبل يحرف، هي آية من آيات الله. فيما يخص بني صهيون يقول: وإذ قال، يا رب يذكرنا ويذكر نبينا عليه السلام، إذ قال موسى لقومه: يا قومي لما تؤذونني؟ هذاك على شما ما يليك الإذا حتى أبوس يخرجون بيته بأيديه، هما تو اللي يعملوا فيه استفزاز لنا حتى نرجع لدينا ونكون كالمصر تضربهم كاللعنة لا تتبعهم. هذا جاي، وفي القريب العاجل بنو صهيون يصبحوا أثر بعد عين، يصبحون في خبر كان وما أدراكم ما كان. نسأل الله السلامة.